لسه صدق ان لو صحيح قدمت كشف حسابي اخر السنه وقلت لهم انك سبت قد كده هيحاسبوني على قد كده؟ صدق وابدا. انت اللي هتقدر وانت اللي هتقول والمصلحه هتصدقك على طول. وبعدين انت قلقان ليه؟ طول ما انت شفاف عمرك ما تخاف. لا هو تعود بس. معلش التغيير ممكن ياخد وقت شويه انما في الاخر في مصلحتك. هسجل يا عم هسجل عشان الضرايب مصلحتك اولا زي ما انت قلت. الضرايب ما بقتش لغز ولا فزوره، كل اللي عليك انك تقدم الفاتوره وخليها تيجي منك. هسجل. قانون الضرايب الجديد. بسم الله. تعالوا معانا نفتح صفحه جديده. الضرايب مصلحتك اولا.